بعد 21 يوما قضتها في الغيبوبة داخل أحد المستشفيات، رحلت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة الشروق نتيجة لمضاعفات الحادث الذي تعرضت له. الوالد والأسرة والأصدقاء كانوا في حالة صدمة وانهيار أثناء الصلاة وتشييع الجثمان من مقابر الأسرة. حبيبة كانت حديث الشارع المصرية لأسابيع متتالية بسبب هذا الحادث الصادم. وفقاً للتحقيقات، هذه الفتاة قفزت من سيارة إحدى شركات النقل أثناء هي قالت لشاهد الرؤية أنه سواء أوبر كان عايز يخطفني. دي الثلاث كلمات اللي قالتهم لشاهد الرؤية. السائق وقبل إلقاء القبض عليه بث فيديو على صفحته نفى فيه التهمة، أما أسرته فأكدت أن الواقعة مختلفة عما صورته وسائل الإعلام. أخت السواق بتروي رواية أخرى أنه أخوها ما عندوش أي شبهة جنائية، رغم أنه هو عنده مسابقة مسجلة في 2011 تعاطي مواد مخدرة، ولكن هو محاولة أنه هو ينفي هذه الاتهامات عن نفسه. ولكن إحنا قدام نيابة عامة حبسته وجددت حبسه قاضي المعارضات 15 يوم. تبقى أمر الإحالة والقيد والوصف اللي هيتم تكييف الواقعة، هل هي قتل خطأ أم قتل عمد أم ما تراه النيابة العامة من تحقيقات بحق هذا السائق. الحادث دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل وعرض علاج حبيبة في الخارج. شركة أوبر أصدرت بياناً تعرب فيه عن أسفها لرحيل حبيبة. النيابة العامة قد تحول قضية السائق المتهم من شروع في القتل إلى تسبب في القتل. محامي حبيب وأسرتها قام بعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية، متوقعا تحركا جديدا في القضية في أعقاب رحيل حبيبة. أكيد النيابة العامة هتغير القيد والوصف. النيابة العامة كانت وصفت القضية بشروع في قتل، بعد وفاة حبيبة كده أصبح القيد والوصف اتغير لقتل عمد. ده اللي هيحصل قبل النيابة العامة يعني. ومن المتوقع تحويل المتهم إلى محكمة الجنح خلال الأيام المقبلة لتحسم بعدها واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المصري.